السلام عليكم. المثال التالي يطلب مني إيجاد التردد الطبيعي باستخدام معادلة الطاقة أو طريقة الطاقة للنظام الموضح بالشكل التالي. والنظام يتكون من سلندر أو قرص يتدحرج على الأرض ومثبت بنابض. مقدار الاستفنس للنابض هو K. طريقة الحل. طريقة الحل تطلب مني إيجاد الطاقة الحركية الكينيتيك إنرجي والطاقة الكامنة البوتنشال إنرجي. الطاقة الحركية للسلندر الذي يتدحرج على الأرض تكون مجموع طاقتين، طاقة حركية انتقالية مقدارها نصف M X دور تربيع إلنا للسنتر، لأن السنتر ده ينتقل من A إلى B. إذن نصف الطاقة الحركية الانتقالية تكون نصف M X دور تربيع زائد طاقة حركية دورانية أيضا للسلندر لأنه ده يدور حول O مثل ما هو ده ينتقل من A إلى B. أيضا هو جاي يدور حول O. إذا طاقة حركية دورانية تكون نصف IO فيتا دوت تربيع. الIO هي الماس مومنت أوف إنيرشيا أباوت O. لاحظ هنا كانت معادلة الطاقة الحركية تتضمن مجموع طاقة حركية انتقالية وطاقة حركية دورانية، رغم هو لنفس السلندر، كان يمتلك طاقتين، حركية. ليش؟ لأنه يتدحرج مثل الإطار اللي يتدحرج على الأرض يمتلك طاقتين، طاقة حركية انتقالية وطاقة حركية دورانية. بينما البولي، المال المبردة اللي يكون مثبت من المنتصف هذا فقط يدور. فهنا الطاقة الحركية لهذا السلندر أو لهذا الديسك إيش راح تكون؟ هي راح تكون عبارة عن فقط طاقة حركية دورانية. بينما لو كان ديسك أو سلندر يتدحرج راح تكون إلى طاقتين. أجي هنا بعدين ألاحظ أن الطاقة الحركية بها إحداثيين، إحداثي X اللي هو يمثل إزاحة السنتر، وإحداثي ثيتا اللي هي الإزاحة الزاوية للسلندر. فأني يفترض بي أنه أحول X بدلالة ثيتا أو العكس، لأنه لازم معادلتي تكون بدلالة إحداثي واحد طالما النظام يفترض بي سنجل، أنه يكون هو سنجل ديجري أو فريدم. فإذا أرجع للنظام أشوف أنه الإزاحة X، المال للسنتر يفترض بها هي تساوي R في الإزاحة الزاوية. هذه العلاقة أعرفها أني أن الدايناميك، أنه الإزاحة الخطية لمنتصف السلندر تساوي R في الإزاحة الزاوية. هذا معناه أنه X دوت تساوي R ثيتا دوت. أجي أعوض بالX دوت تربيع راح تكون R تربيع ثيتا دوت تربيع. وهنا الI نوت الماس مومنت أوف إنيرشيا للسلندر أو الديسك حول محور الدوران اللي يمر بالسنتر هي نصف أم R سكوير. هسه ضمنت انه الطاقة الحركية هي بدلالة احداثي واحد. الطاقة الكامنة، بالنظام هي فقط تكون وين؟ بالنابض. هنا النابض الإلاستيك إنرجي أو البوتنشال إنرجي هي نصف كي في الإزاحة التربيع. الإزاحة للنابض هي راح تكون نفس إزاحة السنتر. السنتر يتحرك بإكس، إذا هو نصف كي إكس تربيع، والاكس تربيع هي ار تربيع ثيتا تربيع. حتى احصل الايكويشن اوف موشن اللي من عندها اوجد الناتشرال فريكونسي لازم اشتق مجموع الطاقتين بالنسبه للزمن لازم يساوي صفر. فاجي هنا الثيتا دوت تربيع مشتقتها بالنسبه للزمن هي 2 ثيتا دوت ثيتا دبل دوت. ولكن الاثنين ويا ما راح تروح؟ راح تروح ويا النصف، فيبقى عندي شنو؟ ام ار سكوير زائد هنا ثيتا دوت تربيع ايضا مشتقتها هو شنو؟ 2 ثيتا دوت ثيتا دبل دوت، ولكن الاثنين تروح ويانا نصف، فيبقى ايش عندي؟ نصف ام ار سكوير زائد ثيتا تربيع مشتقتها هو 2 ثيتا ثيتا دوت، ولكن الاثنين راح تروح ويانا، راح تروح ويا النصف، فيبقى شنو؟ K R تربيع يساوي صفر.
هنا يفترض أني حصلت الـ equation of motion، معادلة الحركة حصلتها، يفترض أنه أقدر أحصل الـ natural frequency، ولكن أقدر أشوف أنه عندي اختصارات في هذه المعادلة، أقدر أبسطها أكثر. عندي الـ R تربيع عامل مشترك، عندي ثيتا دوت عامل مشترك، فاللي يتبقى من المعادلة بعد الاختصار هو M ثيتا دبل دوت زائد نصف M ثيتا دبل دوت M زائد نصف M هو 1.5، أي بمعنى 3 على 2 M ثيتا دبل دوت زائد K ثيتا يساوي 0. هذه هي معادلة الحركة بعد التبسيط. الناتشرال فريكونسي ايش راح يساوي؟ تحت الجذر معامل الإزاحة K على معامل التعجيل، فراح يكون 2K على 3M، وبالتأكيد الوحدات هي الراديان بير سكند. شكرا جزيلا.